إنه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. صباح الخير ميرو. مبسوطة مبسوطة يوم روس ميرو. مبسوطة تعالي عندي. أنا ما صبحت عليكي. أنا ما صبحت. صبحت عليكي شيء أنا؟ يا لك ايش الصدن؟ المشكلة انه كله بده يجي يلي هلا حط ايدك ورا راسك. هاد ولد عادي، ها شايفين فيكم شيلوها هيك. عادي عادي ما بيأثر يا جماعة. المهم ما يكون بشيرتا مثلا انت وعم تشيلها ما تنترى نتر، بس تنترى رقبتها بتروح لورا بسرعة، هون بتأذيها للبنت او بتأذيها للولد. بس العادي هي بتنشان، ها شايفينها هاد الشيء مظبوط. والله الشيء هاي يا حبيبي ما بيأثر. هن اللي أنا بيحسسوني إنه يا جماعة شوفوا، ما رح الأهل بيخافوا، ما تفكروا إنه نحن مستهترين. ما حدا بيستهتر بابنه أو بيستلشق بابنه. شيلي لي هاي، أنا ما بحب هاي، بدي أشوف الصلعة. حرام ما بصير، بدي أصبح الصلعة أنا. شو مامي صباح الخير. خيي صباحك الرواق. اللهم صل على سيدنا محمد. شو مبسوطة؟ حتى لبسناها كفوف عم تخرمش حالها يا جماعة. اليوم عندها دوارة وعندها يا جماعة طاقية منا محزوزة على راسها، بس هي بس لأنه هي جلدها طبيعة بشرتها مثل بي حساس يا خي. لكن ايه ايه شوف يلا يلا بوسي لبابا. بوسيني ولي ما تاكليني تاكليني بوسيني. أنا قلت لك بوسيني يا عمري. دخيل ريحة الأولاد أنا. يلا اليوم عندها مشاوير كتير كتير. يلا خلونا نحن كمان نجي نصبح عليهم. شو يلا هاتي خشم كبير. يلا خدي. وهلا اجا دورنا لكم. صباح الخير او مساء الخير اذا كنتوا باي وقت عم تشوفونا، ما بعرف، بس صباح الخير ومساء الخير اذا كنت عم تشوفنا المساء. ما بصير. كيفكم عائلتي تشونانوش؟ عائلتي تشونانوش الحلوه كيفكم؟ شو اخباركم؟ اذا اول مره بتشوفنا بالقناه ما تنسوا تحط لايك وتشترك. ما بصير مثل العادة بنحرقوا اللايك. نحن كفو جيش تشونانوش. لايك واشتراك. فيديو بنحرق فيديو السابق كان كتير حلوين، اللايكات كان في تفاعل كتير حلو. ابوس عظامكم، عظمة فصفصكم فصفص انا عظمة بحبكم. ننو شو عملنا اليوم؟ خبرينا ننو. حبايب قلبي اليوم عنا سيان قدامنا تحدد اكنا. ايه تحدد اكنا هذا التحدي ورح نعمل اليوم، وان شاء الله ان شاء الله نطلع الاكل طيب لانه نحن كثير جوعانين من الصبح. ضربك الجوع العاده حطتيني بجيبك مع اساس انا ابو الاكل وانا بجوع. ايه من الصبح حبيبي. المشكله الساعه 1 الماكدونالدز رايحين هلا في عنا ايش اسمه ماكدونالدز والكي اف سي. والكي اف سي اثنيناتهم الهامبرجر تبعهم الهامبرجر والبرجر ايش المهم هذول بتجي هيك يعني وحده تنتين خالصه. اذا ما راحت معي بلقمه وحده لنشوف ان شاء الله هيك يكون واحد هيك يكون جاي قبل فجعان واكل طلب له هيك يطلع عندك كريسبي. ماما ما بتعرف. ايوه بلكي يطلع اكل دسم. ما بصير تحدي بنعرف كثير عاملينه طبعا كل يوتيوبر الاغلبيه بيعمل نفس التحدي. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله يجي حدا ياخذ من عندي فيديو، ما عندي مشكله، ولكن باسلوبه. كل شخص لو الفيديو مثلا شفنا حدا عامله بالنهايه افكار، وما في يوتيوبر بيطلع بافكار من عنده يعني الا البعض يعني. بس انا ما بذكر اسامي مشان ما حدا يتحسس من حدا. فيا جماعه تحدي الاكل انتم كثير طلبتوه، تحدي السياره اللي قدامكم تحدد اكلكم، فنحن رح نعمل هذا التحدي بس على طريقتنا يعني. اكيد كل مين بيعمل على طريقته مشان ما حدا يجي يقول ايه قلدتوا فلان ايه عملتوا. عادي ما في مشكله. وين المشكله؟ انا اذا اخذت فكره من عند يوتيوبر قديم خبره اكثر مننا وعملته انا بطريقتي للفيديو ما في اي مشكله ابدا ابدا. ماشي بحبكم انا ما بصير. واذا رح حبيتوا هذا الفيديو رح نعمله هلا نرجع بنعيده ما في شيء. ايه بقى ما بالنسبه للاكل انا ما حدا ياكل هم ابدا معي ولا يهمكم ولا لا تخشوا شيئا. ايش بيحط لي؟ يلا خلينا لا يكون عم باكل كثير وما لي خبر، لا يكون لي كرش، لا 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 يكون باكل كثير انا. يلا هاتي خشمك وخشمي مع بعض. يا جماعه بتعرفوا كيف كان الطقس عنا قبل اسبوع؟ كله مطر وبرد وما عم صار لنا زمان ما شفنا الشمس والشمسات ما عم نشوفها ابدا. هيك الجو شو حلو اليوم. هلا حتقولوا ليش انا قاعده قدام؟ لانه انا ورا ما برتاح ورقبتي كثير بتوجعني، فالكرسي قدام كيف ما بدي بحرك. بس لحتى تخلص المعالجه الفيزيائيه على خير وسلامه خلص بصير تقعد حد البنت. ثاني شيء انا بيرم البنت مخلي وجهها لقدام مالي بيرمها لورا مشان تضل عين عليها. ايه اشتقت للنظارات الشمسيه دافع دم قلبي عليهم ما احطهم. مثلا اشتريت لي اياهم باخر الشتويه اجوني هديه يا خيي. ايه تخيلوا انا الفيتون
هذا بغالي بروحي اللي في الدونة ما أبصي هون حياتي وأنا إيه إيه حبيبي شايفة شايفة العلامة داري بيطلع لنا شيء طيب والحياة إيه من هون حياتي لف لف ما بأثر طيب أنا مش شايف في حدا برا حياتي شو الوضع ما حدا عم يأكل عند الماكدونالدز الوضع مشحر أقول لك هذا واقف برا طالع شو حماد طالع حماد بركي هذا منه لا هذا هو ممكن؟ ايه هاتي لك شوف طالع حجي شو أصح له خارج يساوبني ولا هاتي مش شكله بيجي على السيارة هذا هون ما بيجي على السيارة؟ يا جماعة ما شفت الماكدونالدز اللي موجودة هني ما في حدا طلع لبرا ما حدا عبرنا لكن ما حدا سأل عني ولا حدا عبرني جوعان إن شاء الله تموت بالجوع بعدها لك استفل دبر راسك ايه. فاضطرينا نغير مكان المكفي فرع تاني للماكدونالدز إذا ما مشي الحال منروح ساعتها على الكي اف سي ماكدونالدز ما بده يستقبلنا أنا ما فيني أعمل له شيء عرفتوا كيف؟ هلا صرنا ببيروت خلونا نشوف هذا الفرع رح يكون في حدا يعبرني برا يجي لعندي على السيارة ان شاء الله ما تكون كمية الاكل كتير كبيرة ولانه نحن خاصين لا تاكلي هم لا تاكلي هم قد من كانت كبيرة جبانة ما بترد ميت بس نحن ما لازم نعرف شو طالبين اكيد ما لازم بدي اقول له اخر سيارة شو اخدت بدي بس هلا وصلنا على غير فرع لنشوف هذا في عنده حد والله في حدا برا برافو عليك هذاك كان امام هذاك الفرع عم خفف موظفين ما في معه يدفع رواتب يا الله واخيرا لقيت حدا يعبرني استنى وقف لك عم طحطح بدي عزبك رئيس اخر سياره شو طلبت من عندك فلت ولا بعدها فلت بعدها المهم اخر سياره بدنا ناكل مثل ما طلبت بدنا نطلب عم نصور فيديو نحن على اليوتيوب طلبت تشيكن بيج ماك شو تشيكن بيج ماك خيي ما بعرف نعم بدنا وجبتين اخر سياره شو طلبت بدنا منهم امور معه ايه نفس اللي طلبته نفس اللي ندق على الكم على الحاسوب على المحسوب بدي اياه يعني. حبيبي يا غالي قول يا رب ضرب عند ريتش محسوب خلص الجوع المحسوب الحاسوب اللي هي بدي منه انا وين راح هنيك اللي هي ماكدونالدز ايه يلا هلا بس تشوف سيارات بعد ما اوعى اوعى هلا بس الطلبيه علي الحلال ما بخلي لك ولا ازيز بالسياره بس طلبية نشوف شوي ان شاء الله تكون طيبة الجوع كافر يلعن طحطح شو يا باشا هدول شخصين ولا شخص واحد كمو زيادة شو طلع بس قلي شو طلع شو تشيكن بيج ماك وحدة بيج ماك وحدة واثنين هامبر صغار اثنين هامبر صغار مع البطاطا شو اللحمة اللي بقلبهم لحمة الزهر عادي ولا لا البرجر اللي طبقتين فهمت عليك في خنزير لا ما في لا لا ايه يقدرني رب يعني هلا ناكل على مسؤوليتك يا بس انا حاسب الزلمه حاسبك ولا بلا طيب حاسب ولا ما في اشهرني بس اشهرك قرب لقلك قرب حط ايوه عرفتوا بس تجوا لعنده بطعميكم ببلاش شايف لا لك اعطيني حاسب الزلمه يا غالي حبيبي ناكل ولا لا؟ ناكل ناكل على حسب الزلمة راح يجي ذنبه هذا مسكين يروح يطع وهتفكروا يطعميكم ببلاش ولا تفضحونا ايوه عماد طلعنا مثل ما نكون شايفين تأكدنا من انه الوضع مانه خطير فلازم ناكل ايش هدول تنتين اخ في هيك وفي هيك في هيك وفي هيك يا عيني في بجد لا شيء مهم هات لشوف هاتي لشوف انت احمق الدجاج بس بيوجع شوي بس اكله طيب ماكدونالدز اكله طيب عن جد اكله طيب فينا نروح عند الكي اف سي اذا عجبكم هذا الفيديو برجع باخذكم بطعميكم عند الكي اف سي كلكم صيد اضيفكم ينعن طحطح خذوا حماد خذوا يلا صحتين وهنا على قلبكم مشان ما تقولوا مع بطعميكم تفضحوني بالكومنتات انت ذاك اليوم كمان شو طلعنا كمان؟ برجر صغير يمكن برجر صغير هلا ريتش طلعت له لحمة أنا مثل دجاج وأنت لحمة طلعت لك سبحان الله محظوظ طلع لك دجاج؟ برجر بالدجاج؟ إيه لا ما بحب الفروج بالنسبة لروكسي تعال عندي ها روكسي ما عجبته
اكيد عنده هون بيبسي. بيبسي؟ ما اظن غير شيء. لا يا حياتي بيبسي. ودي هذه يا شو؟ في وحده ثانيه رو ما عم بقدر اتحكم شيء. هاي بطاطا كمان بطاطا. حظنا كان حلو بس متنا الجوع لبين ما انه لقينا مطرح. عن جد الجوع قتلنا. المشكله ان احنا قاعدين بمطرح يعني بدك هذا المشوار ساعتين ونص باخر الدنيا. هذا المشوار لهون ساعتين ونص ما عنا هيك افرع ونص ساعه عم نبرم على فرع نلاقي حدا برا. انه عن جد شكله ما في غير هذا اللي هون بالروشه في حدا برا لانه سراد جوني ما في. لهيك جينا لهون. ما فيك انا كنت مفكر انزل هلا جوا يعني شو طلب اخر شيء عندك اعطيني. ما زبطت معي غصيت. طب اطلوا علي غصيت ان عم طحطح. انه ليس تمساحا عاديا، انه تمساح بيلو بونكينج، وهو ذكر يبلغ طوله 5 أمتار ونصفا، متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. اكيد عم باكل بادب الدم. ها والله مليان عالم دون شي مفكرين عم نحكي مع حالنا. يا كيف عم تطلع هذيك فيني؟ ايه صحية تيجي تاكل صحتين. عينك ماشية؟ والله العظيم ما قلت شي. ما تطلع فيها؟ ده ما طلعتنا من هالشارية. هذه هيك بتطفشيني ها؟ عملك تطلع فيني عشان تطلع فيها؟ بتطلع فيها؟ ايه ما بتعمل ما بوتشي كل 24 ساعة في وجهي. عارفيني ايش في كمان؟ هاي صغيرة. ايه ليش هيك؟ في وحده ثانيه اذا بدك. لا لا حبيبي تركيها كلها انت. هات مستحيل هاي طبقتين. اعرف ومستعرف عند ما بده ما بده حياتي ما بده طعمين عند ماكدونالدز يا حقير. ما عجبه ما عم طحطح. حبينا نحن نعمل هذا الفيديو قلت لكم منو تأكد إذا بيبسي. بيبسي حبيبي ما مبين. لا ليش هاي أكبر؟ إيه حظك حظك. ليش أكبر؟ بس هنالك كتير طيبة. منيح طلعنا شي طيب لأنه ولا ميت الجوع كنت. عملتنا من الجوع بس كأنه ما بيشبعوا. أقل ما بدنا حياتي. إذا واحد شبعان بيجي بياكل عنده. اللي عن جد ايش عم تطلع؟ هاي تاني وحدة بالقمتين راحت. ماكدونالدز لحدا هيك اكله يعني حياتي هالسيارة مو انا خبيتها محل هي. ايه ماكدونالدز وجباته خفيفة يعني انا مثلا بشبع عنده ريت شو بده 10 وجبات من هذول حتى يشبع. مثل واحد ما اكل شيء الله وكيلكم. انا شبعت. بس اصلني الجوع لعب بس اصلني جوعتي لوصل على البيت ما مشان شيء. عم طلع فيني هاي فرطه ضحك اللي عم تحطها. هاي طلعت فيني شلون هبشتها من مرتي اقسم بالله تعبت يمكن والله العظيم. شلون اخذت لها ذبيتها لمرتي. لك روكسي ما عم تاكل ليش عم تجي؟ آه هو بده يشوف ايش عم ناكل. هو شبعان هذا اكل بالبيت. خل اشوف هدول راح. لو شبعان روكسي بس انه بده يشوف خلص ايش عم ناكل. ما بصير حدا ياكل شيء بدونه عرفتوا كيف؟ وهلا هذا كان كل شيء لليوم حبايبنا. حبينا نقول لكم الفيديو على طريقتنا. نحن بنحب هيك طبيعه بنحب الجبال. بيتنا يا جماعه الجبال الجبال ما في اعلى من هذا. طريق بيتنا طبعا نحن. ايش بدك تيجوا لعندي؟ ثاني بدك تيجوا لعندي؟ عن جد؟ اه قلت لي على البيت هلا عرفوا الطريق ان عم طحطح. حبايب قلبي اذا عجبكم هذا الفيديو رح نرجع نعمل بعد فتره كمان. اذا بتحبوا نرجع نعيدها بس بالكي اف سي مو ايه. بال ليش هيك ناموا شعراتي على البرد الله ايه. وكيلكم على البرد برد برد مو طبيعي يا جماعه. طلعوا هدول بنايات اللي وراي عليه الحلال حيطت عيني. طلعوا فيو رائع من فوق هيك عن جد كثير. طبعا هدول كلهم اوتيلات هون اوتيلات هاي كلها اوتيلات فقره وعيون سيمان و... ايه. عرفتوا كيف؟ يومي و ما بعتقدي اجره شهري بس انا بظبطها. عجبوني حيطعيني على شيء. شو رايك؟ انا كمان. شو رايك فيهم حلوين؟ ايه
حسب المشاهدات اشوف. كان حظها حلو كمان طلعت وجبة طيبين. اي والله عن جد. بس انا كان لازم في شغلة، كان لازم عشان اذا اخاف انه يطلع كحول، كان لازم افتح هاي البيبسي. طلع منيح طلع البيبسي يعني من حسن حظنا يعني، كان لازم اتفقد قبل بس ما رح تبين الريحة بتبين. معقول يطلبوا كحول مع البرجر؟ لا او يخلطوا له بيبسي مع الكحول عشان يكسر الطعمة بيجو. هم يا جماعة لهم بيكون خلص كل شيء عنا. شفتوا اكلت انا وجبتي واكلت نص وجبة ننوش. ننوش اكلت بطاطا بس هي اعطيتها البطاطا. اي يعني اكلت 2 بطاطا، انا اكلت 3 برجر. حطونا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، ما تنسوا اذا بدكم نعمل عند كي اف سي رح نعمل. بنحبكم كتير، نشوفكم فيديو جديد. للكل.